طيب عايزين نبص مع حضراتكم على كرة القدم مش كرياضة، يعني حط الرياضة شوية على جنب، هي الرياضة الأهم والأكثر متعة، قول زي ما أنت عايز قول، لكن في النهاية كرة القدم أصبحت يمكن واحدة من أهم الصناعات ومجالات الاستثمار والاقتصاد لبعض الدول قايم عليها بشكل رئيسي في السنوات الأخيرة. ويكفي زي ما قلت لحضراتكم هنتكلم على أرقام فلكية بقت بتدفع في نجوم. نبص لتكلفة صفقة واحدة مثلا بيبرمها نادي زي مانشستر سيتي أو برشلونة أو ليفربول أو واحد من الأندية الكبيرة دي عشان تعرف قد إيه الموهبة بقت ليها ثمن غالي جدا. عشان كده الكلام على فكرة أكاديميات كرة القدم، وإحنا يمكن هنا في مصر في السنين الأخيرة دي ظهر عندنا أكاديميات لأندية، يعني بدون ما أقول أسمائها، لكن كل أكبر أهم الأندية على مستوى العالم هتلاقي ليها أكاديميات في مصر هنا بتحمل اسمها، لكن هل ليها مردود؟ إزاي الأكاديميات دي بتشتغل على مستوى العالم؟ وإيه دورها في اكتشاف الموهبة وإنها تشتغل على الموهبة دي عشان تقدمها؟ بنتكلم على استثمارات ضخمة جدا وبنتكلم على مردود بالتالي مهم جدا. هيكون معانا النهارده واحد من مديرين الأكاديميات الخاصة بنادي لاتسيو الإيطالي، طبعا أكاديمية لاتسيو في هولندا تحديدا، نيوب لينسن، هو نيلسن هو ضيفنا دلوقتي في السادسة. بداية بشكرك معانا على وجودك في السادسة، وخليني أبدأ كلامي معاك بدور أكاديمية نادي لاتسيو في هولندا ودورها في اكتشاف المواهب وتنمية مهاراتها. Yeah, well, is that already the question? I can give the answer. Yes. Yes. Hello? طيب. Yes. صوتي الصوت واضح؟ Okay. طيب السؤال، طبعا انت كنت صاحب مشوار طويل في كمدير لأكاديمية كرة القدم الهولندية، قعدت فترة في فنرباشا التركي، وحاليا طبعا يمكن لمدة 11 سنة تقريبا بتتولى مسؤولية كمدير طبعا لأكاديمية نادي لاتسيو الإيطالي في هولندا. طوال مشوارك، تقييمك، وجهة نظرك لدور الأكاديميات دي بداية في اكتشاف المواهب، قدرتها على اكتشاف المواهب، ثم بعد كده انها تشتغل على الموهبه دي عشان تنمي مهاراتها. حسنا، ما نقول دائما هو اذا احضرت لاعبا، كلما احضرت لاعبا شابا، كان من الامكانيه ان تطور منه، تطور من عقلياته ومن فنياته ومستقبله الاتي بالفعل. بالطبع الجميع يتفهم أن كل نادي لديه قوانين، وكل بلد لديه قوانين، ويجب ألا تحتفظ بلاعب إلا كان في سن محددة وفوق 17، وكذلك الحال في إيطاليا. بعد سن 16 أو 17 تستطيع أن تضم اللاعب بشكل رسمي. يوب لانسن، خليني اسالك على دور اكاديميه نادي لاتسيو تحديدا. احنا النهارده بنشوف الحقيقه الكل او اغلب واشهر انديه العالم اكاديميات عابره للحدود، ومش ببالغ لو قلت حتى عابره للقارات، وفي افريقيا في عدد كبير جدا من الاكاديميات الانديه على مستوى العالم كله. هل شايف انها بتقوم بدور حقيقي في اكتشاف وتفريخ مواهب جديده، ولا الهدف منها بيكون الناحيه الترويجيه او الناحيه الاقتصاديه، الهدف منها تحقيق ربحيه اكتر من فكره اكتشاف مواهب حقيقيه؟ بالطبع يجب علينا ان نتفهم، اذا نظرت الى اي نادي، وخصوصا الانديه في ايطاليا كما الحال في حديثنا الان، ستجد ان الانديه تحصد ما يقارب 300 ملايين دولار من هذه الاكاديميات. لدينا الان اكاديميه لاتسيو، لاتسيو يستفيد جدا من هذه الاكاديميه، وبالطبع الامر ضروريا اذا اخذت لعيبا واكتشفت لعيبا، حتى اذا اشتريت لعيبا، فاول امر تحتاج هو ان يكون لاعبا ايطاليا، وهذا هو الاهم. فمن الافضل ان يكون لاعبا من البلد التي تضم، والا ستاتي بلاعب اجنبي وتعمل على تغيير الثقافات وتغيير اوراقه، فهذا امر يحتاج الى وقت.
you also have to give him a certain future. فيجب عليك إعطاء اللاعب مستقبل مؤمن. وهذا أمر هام لأي لاعب بجانب الأمور المالية. بالفعل إذا رأيت وإذا حاولت أن تكتشف لاعباً الآن فيجب عليك أن تفتش وتبحث في جميع أنحاء البلد وخصوصاً إذا تكلمنا عن إيطاليا فنفعل ذلك بالفعل هنا. لو خدت على قياسا على كلامك يعني مثلا الدوري الايطالي نسبه التمثيل في كل الانديه الايطاليه بشكل عام او في نسخه الكالتشو الدوري الانديه اللي بتشارك في الدوري في الكالتشو الايطالي نسبه اللاعبين الايطاليين اللي بيشاركوا مع الانديه الايطاليه نسبه منخفضه جدا مقارنه بنسبه اللاعبين الاجانب اللي بيلعبوا في الدوري الايطالي. تفسيرك لده ايه؟ لأن اللاعبين الإيطاليين لديهم أمر واحد مهم جدا أمر خطير يحدث الآن وهو إذا نظرت لحال اللاعبين الإيطاليين كمدير فني ستجد أن المدير الفني يختار ما يفيده هو وما يطمئنه كقائد للفريق ولا يعتمد كثيرا على اللاعبين الشباب. فإذا نظرت في هولندا لدينا نظرية مختلفة، لدينا فلسفة مختلفة. لا ننظر فقط إلى خبرة اللاعبين ولا ننظر فقط إلى ماذا حققوه ولكن ننظر إلى عقلية اللاعب حتى لو كان صغيرا في السن. فلهذا السبب لا يوجد الكثير من اللاعبين أو العدد الأكثر من اللاعبين إيطاليين في إيطاليا في الدوري الإيطالي. لا تجد. أنا رأيت منذ مدة لاعب في عمر 14 عاما في إيسي ميلان وقلت له أنك ستكون من اللاعبين الأساسيين يوما ما. لكنه حينما صعد الفريق الأول لم يلعب ولم يكن يشارك. الآن الأندية تريد اللاعب الدولي اللاعب الكبير. حتى لو كان يأتي من أكاديمية مثلا كأكاديمية إيسي ميلان. اسمح لي من 30 سنة مثلا لما كنت تتكلم على الكرة الإيطالية وتسأل عن نجوم الكرة الإيطالية مستعد أعدلك 100 اسم نجم من العيار الثقيل يعني فياري فيالي مالديني باولو روسي توتي أليساندرو دير بييرو إنزاجي وغيرهم كتير جدا جدا حقيقة أسماء ممكن ناخد فيها الحلقة كلها. لكن في الوقت الحالي أو في آخر 5 سنين يعني بكلمك عن نسبة تمثيل للاعبين الإيطاليين في الدوري الإيطالي قليلة جدا ونسبة تصدير اللاعبين الإيطاليين حتى لو الدوريات الكبيرة قلت جدا. ولو سألت النهاردة عن نجوم الإيطاليين تقريبا مش موجودين. يمكن عرفنا بعض الأسماء من يورو 2020. تفسيرك برضو أو وجهة نظرك إيه السبب في ده؟ بالفعل هو ما تملكه الآن إيطاليا. هو الأمر الآن أن الأندية الإيطالية لا تنتج بالشكل الجيد كأندية نابولي وإيسي ميلان كما كان الحال في السابق. وما يحدث الآن أن مدير الفني لمنتخب إيطاليا يجب عليه أن يبحث بحثا جيدا عن المواهب في إيطاليا. لديك الآن لاعبين جيدين من ميلان ويوفنتوس وإنتر ميلان لكن لا يحظون بالفرصة المناسبة للمشاركة. طيب خليني أسألك على طريقة أو على منهج العمل في الأكاديمية وأنت صاحب مشوار طويل وخبرة طويلة بالتأكيد. بداية نتكلم على الجزئية الخاصة بالاكتشاف، بتعتمدوا على إيه في اكتشاف المواهب الجديدة؟ هل بتستنوا بتعملوا اختبارات؟ هل ليكم كشافين بيتفرجوا في المسابقات أو في الملاعب المختلفة؟ إيه هي الطرق أو الوسائل اللي من خلالها بتقدروا تكتشفوا الموهبة وعلى أي معايير بتقيموا إذا كانت دي موهبة تستحق الرعاية ولا لا؟ أول أمر مهم يجب عليك أن تعرف ما هو مطلب النادي بالتحديد. تتأكد من مهارة اللاعب ومن عقلية اللاعب وأهم شيء هو
يجب أن تنظر إلى فريقك، ماذا يحتاج فريقك. تستطيع أن تكتشف أي لاعب في العالم، لكن ما هو الذي يحتاجه فريقك؟ فإذا نظرت ستجد الكثير من اللاعبين لكن بلا فائدة، لتجنب، لأن الأندية تتجنب هذا الأمر. تجد لاعبين جيدين لكن النادي لا يحتاجهم، لا يلعبون. الأندية تصرف الكثير من الأموال على هذا الأمر. نادي مثل لاتسيو يستطيع أن يدفع 30 أو 40 50 مليون لصفقة، واليوفي يستطيع أن يفعل ذلك، وإنتر ميلان يستطيع أن يفعل ذلك. كم أكاديمية مثلا لنادي لاتسيو منتشرة على مستوى العالم؟ لا يوجد أكاديميات حول العالم أو خارج أوروبا. وهل تعتقد أن الأكاديميات، مش بس أكاديمية لاتسيو، أكاديميات على مستوى العالم بتقوم بدورها في تقديم مواهب جديدة في تفريغ أو في رعاية وتقديم لاعبين على مستوى يعني دوريات الخمسة الكبرى؟ I don't hear your question very well. Can you repeat it? Do you think that the academies all around the world, the clubs' academies, do its role in finding young players, good talent for the... about the top 5 leagues. So what's the question? Do you think that طيب انا بعتذر جدا لدي الوقت. يو بلانس، المدير اكاديميه نادي لاتسيو الايطالي في هولندا، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. ويبدو ان الموضوع، وبالتاكيد النتيجه او الواقع اللي بيقول انه الموهبه بقت عمله نادره جدا، وان الموهبه النهارده عشان تتكلم على صفقه بتتكلم على مبلغ، تتكلم على نجم محترف من العيار الثقيل، يعني تتكلم على مبلغ لا يقل باي حال من الاحوال عن 100 مليون يورو، في حين انا متاكد انه لو لفيت الكره الارضيه هتطلع ملايين المواهب اللي ما لقيتش حد يكتشفها، او على الاقل ما لقيتش حد يديها الفرصة. ولكن في النهاية تبقى الأكاديميات، أعتقد في ظني يعني وفي تقديري، أنها مصدر من مصادر الدخل، بيزنس يعني، زي ما بنشوف عندنا كتير في أكاديميات بتحمل أسماء أندية عالمية، لكن على مستوى أو على أرض الواقع ما قدمتش شيء للرياضة أو لكرة القدم. طيب خلينا نروح لإنفوجراف مع حضراتكم، نشوف في خسائر جديدة يتكبدها نادي مانشستر يونايتد، اللي يمكن مع حدوث صفقة انتقال رونالدو جانا مكاسب مالية كبيرة جدا، لكن للأسف الشديد الكيرف بينزل مرة تانية. نشوف الانفوجراف ونرجع مع ضيفنا النهاردة في السادسة كابتن محمد حشيش، وعلى صفحاتنا على السوشيال ميديا فيسبوك انستجرام تويتر، اسأل كابتن محمد حشيش سواء فيما يتعلق بموسم النادي الأهلي الجديد أو فيما يتعلق بمواجهتي منتخب مصر مع ليبيا.